بنستعرض اليوم جهود الشراكة اللي بتقوم بيها مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المصري، وبنعرض ونتطلع للمشاركات الخاصة بالمجتمع المدني خلال الفترة القادمة في المشروعات القومية، خاصة لو بنتكلم في قضية الوعي أحد القضايا الهامة اللي وزارة التضامن الاجتماعي والدولة المصرية مركزة عليها. كافة المبادرات اللي تمت في السنوات الأخيرة كان عمودها الفقري هو المجتمع المدني، ومعناها بالضرورة أنه توافرت إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لفتح شراكة جديدة وجسور من الثقة بين المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي. التحالف الوطني للعمل الأهلي ده كان خطوة مهمة جدا، واعتبر ان هو الأبرز في 2022. حياة كريمة بالقطع هي يعني شيء رائع جدا ومشروع قومي، يعني هي مجتمع مدني تحولت لمشروع قومي وده شيء هايل. المجتمع المدني ده ليه دور في الحياة يعني، وانه الدولة بتعمل شراكة، دائما المجتمعات بتقوم على شراكة ما بين قطاع الأعمال وقطاع المجتمع المدني مع قطاع الدولة، بيكونوا سلوس كده هو اللي بيبني المجتمع وهو اللي بيكون المستقبل. عقد هذا اللقاء للمجتمع المدني برعاية وزارة التضامن الاجتماعي هو تأكيد وترسيخ واستكمال الإرادة السياسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من اعتبار هذا المجتمع المدني شريك في المسؤولية.